بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مشاهدينا في باقة أفكار، أهلا وسهلا بكم معانا النهاردة. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. النهاردة هنتقابل مع حلقة جديدة من حلقات التعرف على نباتات برية وضعت تحت مسمى الحشائش. وحلقتنا النهاردة عن النبات اللي احنا شايفينه مع بعض ده، والنبات ده بيسموه نبات الحلف. ده شكل النبات. طبعا النبات ده من النباتات اللي ليها موطن اصلي هو جنوب وشرق اسيا، جنوب شرق افريقيا، استراليا، بمعنى اصح في كل القارات، وبيوجد في شبه الجزيرة العربية. الاسم العلمي للنبات إمبراتا سيلندريكا، هو من الأعشاب المعمرة وبينتمي إلى العائلة النجيلية. الاسم الإنجليزي للنبات الحلفة هو كوغونجراس، الاسم العلمي إمبراتا سيلندريكا. لو ما عملتش لايك للفيديو اعمل لايك وتعال نكمل مع بعض. هو عشب جذري معمر بينمو في أنواع كثيرة جدا من البيئات والتربة، فمثلا بينمو في التربة الرملية بالأراضي الصحراوية، في التربة الجافة بالشواطئ، في المستنقعات، في حواف الأنهار والترع. النبات زي ما احنا شايفينه كده ليه أوراق شريطية ضيقة، بيوصل ارتفاعه من 60 سنتي حتى 3 أمتار في بعض المناطق، والأوراق بتخرج بقرب قاعدة النبات بعرض 2 سنتي، وبعد كده بتضيق وتوصل الحواف بتاعتها إلى حافة ضيقة كده في الآخر، مسننة تسنين دقيق جدا. يعني لو احنا مسكناه كده من غير ما ناخد بالنا هنلاقيه بيجرح الإيد. ده شكل الأوراق وارتفاعها من الأرض. تعالوا نشوف النبات هنا كده في مرحلة صغيرة في بداية النمو. شايفين الأوراق أهي متجمعة من أسفل، أهي بتخرج كده متجمعة قرب سطح الأرض، والأزهار أهي السنابل الزهرية الجميلة دي. لو ما عملتش لايك للفيديو اعمل لايك وتعال نكمل مع بعض ونشوف الأزهار دي بنستخدمها في ايه. يلا بينا. ولكن النبات في بعض المناطق في بداية نموه أوراقه بتبقى مستساغة، وبيستفاد منها المزارعين في تغذية الماشي عليها كأعلاف خضراء لندرة الأعشاب في المناطق اللي هم بيستخدموه فيها، وبيعتبر مصدر جيد لصناعة الورق في أفريقيا وآسيا، وكمان في مصر هنا بنستخدموه في صناعة الحصر، الحصير اللي هو عبارة عن مفرش من الأوراق بتاعة الحلف مع القش، وبيستخدم لفرش الكنب أو الدكك في بيوت الفلاحين. كمان في بعض المناطق بيستخدموا الحلف في عمل الحبال أو في تسقيف البيوت وتعريشها للسقف من أعلى. ده شكل النبات. دي بقى الثمار اللي بينتجها النبات، او كتلة من الازهار بالشكل ده، دي بعد ما جفت اهي، وانا بستخدمها في التنسيق الجاف لانها بتشبه زهرة عرف الديك. لو انا خدتها في المرحلة دي ما بتنفعش تستمر عندي بالحيوية والجمال ده لفترة طويلة. يعني شوف هي لما بتنضج بيميل لونها الى اللون الفضي او الاوف وايت احنا زي ما بنقول عليه كده، لكن وهي لسه على النبات لونها بيبقى اللون ده.
شايفين فرق اللون اهو، بيبقى مايل للاحمرار، عليها زغب شديد جدا، ولما بتجف بتديني شكل ولون زي ده بالظبط، وتحتفظ ممكن لسنة عندي في الفازة بحالة جيدة وممتازة. شايفين الكمية اهي اهي، شايفين اللون الاحمر الجميل ده. بس طبعا انا باخذ السنبلة كده اهي بالطول ده كله كده، حوالي 40 لـ50 سنتي، وبعدين اخدها واجففها عندي في البيت. ده شكل سنابل الحلفة بعد ما جفت باللون الفضي الجميل جدا ده. ده شكل السنابل بعد القطف مباشرة وهي ما زالت في حالة غضة، وزي ما قلت هي دي الحالة اللي تنفع أجمع فيها السنابل عشان أستخدمها كأزهار تجفيف في التنسيق الجاف. شايفين الفرق؟ هنا بتبقى مضمومة جدا وبعدين تبتدي تتفتح ويتغير لونها. هنا اللون محمر اهو، هنا اللون بيتحول الى اللون الفضي او الأوفايت. بيصل عمق جذر النبات الى حوالي 1.5 متر في الارض، وعشان كده هو بيبقى شديد الشراسة والنمو والتعمير في التربة، وبيتحول الى آفة شديدة جدا ممكن تؤدي الى جذب الاراضي وبوارها وعدم زراعتها او استصلاحها مرة تانية لما بينتشر فيها بشكل كثيف من صعوبة مقاومته لتعمق الجذور. وافضل طريقة ان احنا نقاومه كحشيشة هو ان احنا نستخدم مبيد جهازي يتمتص الاوراق ويبتدي ينزل لتحت يقتل المجموع الجذري علشان النمو الخضري اللي فوق ينتهي. لكن لو عملنا العكس ورشينا من فوق المجموع الخضري هيموت، وبعد كده هيجدد تاني لان الجذر تحت حي وبيحتفظ بحيويته لانه جذر معمر. يبقى احنا ما عملناش حاجه، يبقى اهم حاجه في الاباده ان انا استخدم مبيد جهازي ينزل للنبات في الجذور من تحت.